أنا بدي أصوت للتجمع لأنه الحزب هذا بخافش من كلمة الحك، لأنه هن بس اللي بيعرفوا يتعاملوا مع المؤسسة الصهيونية. بس للتجمع، لأنه ألغى قانون المس الخوش هذا اللي بيقولوا عنه التجمع، رجع الكرامة وعزة النفس والثقة للمواطن العربي. بحس إنه عنده رؤية مستقبلية وبنساش المشاكل اليومية. تطلع بسفر 9 نازل إن شاء الله للليكود. للليكود عشان يخربوها بالزايد. كنت زمان أصوت شعبي مع التجمع الوطني. عزم بشارة، ها عزم بشارة جريء، ما هو ابن اصحابه عزم بشارة. يا عيني محسنه، يا عيني انا ربيته هذا والله.